بجيب أوراق الزيتون الطبيعية من الشجر، بصب عليها الفضة، بعمل المجوهرات اللي أنتوا شايفينها. فعلياً أنا بأخذ الأوراق من الشجرة بحولها فضة، ببيعها في المعارض، بدي أوصل رسالة من خلال هاي المجوهرات. هي بتحكي قصتنا، الشجر الشامخ المعمر اللي عمره آلاف السنين في فلسطين، هو بيشهد على معاناة الفلسطينيين على مر الزمان كله. فهاي الشجرة المباركة الحلوة المعطاءة عم تتعرض للإعدام. أنا بحكي إعدام لأن شجرة الزيتون ما بتموت، معرضة للإعدام عشان يبنوا الجدار والمستوطنات. هم بيحكوا إنه فلسطين صحراء، فلسطين فيها شجر زيتون عمره آلاف السنين، عمره أكثر من 5000 سنة. فأنا بلشت على مستوى صغير إني أشارك في معارض في منطقة بيت لحم، توسعت لمنطقة القدس، حالياً أنا بطلع لمناطق الشمال، بروح على عكا، على يافا، على حيفا، على المدن الفلسطينيين، بدي أحكي لهم اثبتوا في أرضكم، اثبتوا في محلكم. أنا بطلع على الدول العربية، طلعت على المغرب، على قطر، على دبي، على الأردن، على المكسيك، طلعت عرضت في نيويورك، عرضت في إيطاليا مرتين، عرضت في ألمانيا في فرانكفورت. فهون أنا حاملة رمز السلام معي ودائرة فيه على دول العالم، بحكي في قصتنا، قصة معاناتنا وقصة احتلالنا وقصة وين إحنا بدنا نوصل.